بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنعمه ربنا معادنا النهارده مع الاصحاح الثالث من سفر الرؤيا. في الدراسه اللي احنا متتبعينها في سلسله من الموضوعات بنشرح فيها هذا السفر الجميل النبوي اللي بيكلمنا على المجيء الثاني ونهايه هذا العالم. الاصحاح الثالث ابتدى بيتكلم عن رسالة لملاك كنيسة ساردس. هقرأ معاكم النص في الجزء الأولاني. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ساردس، هذا يقول الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب، أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشدد ما بقى الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في ساردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذناني فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كلمة ساردس معناها بقية، فالرسالة دي بتاع ملاك كنيسة ساردس دي عبارة عن بتشرح حال الكنيسة في ظروف الضعف اللي مرت بيها، وبعد ما عاشت حياة سطحية ما هيش حياة عميقة مع الله، فحصل إنها أدت إلى عدم معرفة بالله وبالتالي إلى نقصان المحبة لله، وما بقاش في حد بينفذ الوصايا، لأن اللي بينفذها عن محبة وما فيش محبة، بل بالعكس إغراءات العالم بتجذب الناس فبيتنجس بشرور هذا العالم، وما عادش فيه الإنسان بقى اللي هو يمضي ويبيع كل شيء ويشتري اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن ويبيع العالم وملذاته. وعشان كده المسيح كان دايما يطلب من تلاميذه أنهم يدخلوا إلى العمق، عمق المعرفة وعمق المحبة، لكن اللي بيعيش بطريقة سطحية بدون معرفة وبدون عمق في المحبة فما بيبقاش بقى فيه اهتمام برأي ربنا فيه، وكل اهتمامه بينصب على الناس رأيها ايه والناس شايفة ايه، رياء. عشان كده الملاك وصف الكنيسة دي، قال له أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، يعني الناس شايفاك أنك حي قدام عينيها لكن في الواقع أنت من جوه ملكش حياة مع ربنا. دي حالة الإنسان المتدين اللي بيهمه الناس تقول عليه إيه، لكن هو من جوه قلبه خالي من محبة ربنا. لاحظوا هنا بقى السيد المسيح لما كان بيتكلم على الابن الضال وصفه إنه كان ميتا فعاش، فاللي بيحيا في الخطية بيكون في نظر الله إنه هو ميت. طب إيه اللي بيخلي الإنسان يندفع نحو الخطية؟ نقص المحبة. والإنسان إذا كانت له خمس حواس مادية بيعيش بيها في العالم، فله أيضا حواس داخلية روحية بيدرك بيها السماء وبيدرك بيها معرفته بربنا، ودي بتتولد في الإنسان في المعمودية، فبيبقى فيه إنسان داخلي له حواس داخلية بيتعرف بيها على ربنا وعلى السماء وعلى حياته الأبدية، ويسمع بيها صوت ربنا ويتذوق حلاوة العشرة معاه، وتبقى هي عبارة عن قنوات اتصاله بالله. لذلك الكتاب يطوب أنقياء القلب لأنهم يعانون الله. وفي نفس في سفر الرؤيا اللي احنا فيها هيجي بعد شوية لما بيقول من له أذنان للسمع فليسمع، والمسيح قال إن خرافه تسمع صوته بتعرفه، وداود قال إن ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، ده تذوق حلاوة العشرة مع ربنا. ونذكر ان المسيح خرجت منه قوة للشفاء لما مرأة لمسته بالإيمان، وهكذا كل من يتلامس مع الله بروح الإيمان بيأخذ قوة ويأخذ ما يطلبه.
هنا بقى نسأل السؤال اللي بيقول ايه اللي بيمنع الحواس الروحية دي انها تشتغل؟ اقول هنا هي الخطية، هي الخطية. فالخطية هي اللي بتفقد الحواس الداخلية قدرتها على انها تتجاوب وتعرف دورها ووظيفتها، واللي بيفقد حواسه الداخلية فهو في نظر الله انه هو ميت. مشكلة الكنيسة دي ان فيها اشخاص في نظر الناس هم احياء، ربما سمعتهم القديمة، ربما بيتظاهروا بالتدين، لكن هم في نظر الله هم أموات، ما لهمش حب داخل، حياة عميقة داخلية، ما لهمش محبة في قلبهم. ممكن يكون لهم نشاط كنسي، لكن ممكن ما يبقاش ليهم حياة حقيقية مع الله. وعشان كده المسيح بيقول له إيه؟ عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم. فالسبب أنهم أموات في نظر الله أنهم بيعيشوا في الخطية، بيعيشوا في النجاسة. الوعد هنا بيقول له من يغلب، فهنا في جهاد وفي نصرة وفي غلبة. فاللي بيعيش في العمق بيعرف ربنا وبيحبه وبينفذ الوصايا وبيهرب من الخطية، فما لا ينجس ثيابه بمحبة هذا العالم. فاللي بينجح ويغلب ربنا يعطيه أنه هو يتبرر قدامه ويغفر له خطاياه ويعطيه حياة جديدة نقية، وقال إنه هيمشي معايا في ثياب بيض. هنا بقى نشوف الصورة اللي ظهر بها المسيح لهذه الكنيسة. يقول الذي له سبعة أرواح الله، يقصد هنا الروح القدس، والسبعة هنا هو رقم الكمال، لأن الروح القدس كامل في أعماله وقادر على إنه يهب حياة لناس أموات محتاجين إن هم يعيشوا. فهنا بيقول له أنه مستعد أن أعطي حياة لمن يقبل إلي. فالروح القدس بيعمل، بيبكت على خطية، بيدافع، بيدفع الخاطي للتوبة، بيعين ضعفات الإنسان، بيعطي قوة ومعرفة. وكأن المسيح بيقول للكنيسة ديت أنه كنتوا ما عليكم أن كنتوا تطلبوا مني الامتلاء من الروح القدس، وأنا أعطيكم أن تمتلوا من الروح القدس فتصير لكم حياة جديدة. والروح القدس بيقوم بعمل مهم جدا، انه بيذكرنا باللي المسيح قاله لنا، ويعطي الانسان انه يقدم توبة ويفتح حواسه الروحية انها تستقبل صوت الله في داخله. واللي بيتوب ويتعلم بينتقل لدرجة اعلى ويرى امجاد السماء. ولما بيسير المؤمن في طريق القداسة بيرتقي خطوة خطوة، واللي بيبتدي بالتوبة بيصل ان الروح بيمنحه فكر المسيح. له سبعة كواكب اللي هم الأسقفة، اللي هم أسقفة الكنائس، هو الروح القدس بيقودهم، بيقودهم يعني كان ربنا بيقول دول بتوعي أنا، دول ليا وأنا ليهم. يعني زي النشيد لما بتقول أنا لحبيبي وحبيبي لي، يعني هنا بيقول يعني دول ولادي، دول أنا بقودهم وبعرفهم، هم بيحبوني وفي علاقة قوية بيني وبينهم. برضو من كلمات العتاب هنا المسيح بيقول لملاك الكنيسة دي، للأسقف بتاع كنيسة سردس، بيقول له لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. طب إزاي بقى؟ قال له السبب أنك أنت كل همك أن أعمالك تبقى كاملة قدام الناس مش أمام الله. فأنا فحص القلب والكلى، وأنا عارف قلبك من جواه في إيه، أنا عارف ما هو في داخلك. يعني أنت ما دورتش أن المدح يكون لك من الله، ولكن شغلت نفسك يا ترى الناس بتقول علي إيه، يا ترى الناس هتقدرني بإيه. ومجاملات الناس دي كلها بتبقى ليست مجاملات حقيقية. طيب العلاج إيه بقى؟ قال له اسهر، اسهر يعني كن ساهرا، استعد انك انت تقابل ربنا في يقظة وانتباه ووعي وادراك. اسهر وبعدين شدد ما بقى، يعني شدد ما بقى يعني اضرم نار الروح القدس، ما تسيبش فتيلة مدخنة الا لما تنفخ فيها وتهبها، ولا قصبة مردودة الا لما تتعهدها بالرعاية
عشان لا ما تتكسرش يعني. فيعني البقيه اللي فاضله حاول انك انت تهتم بيها وتطلب بلجاجه من اجلها، والله يسكب نعمته وروح القدوس ويضرم نار الجهاد في حياتنا. اذكر كيف اخذت، يعني افتكر احسانات ربنا عليك، ازاي ربنا اداك بسخاء وما حش عنك حاجه ولم يعير، يعطي بسخاء ولا يعير، ده طبيعه ربنا. وبعدين افتكر يوم الدينونه، اقدم عليك خالص. فعلا يوم الدينونه ده بيجي محدش بيدرى بيه، بيبقى الانسان عمال يدبر ويخطط ويحدد ويعمل، فجاه الدكتور يتصل يقول له تعالى لي بسرعه، انا المعمل اتصل وقال لي نتائج مش حلوه، لازم تروح المستشفى دلوقتي حالا، والدنيا تقلب وتتغير وتختلف، اقدم عليك خالص، محدش يعرف اليوم ده. واخدم ملك، كيف سمعت واحفظ، كيف سمعت البشارة، يعني ازاي بشروا رسل المسيح، بشروا وازاي انت في بداية ايمانك وكنت قوي وحافظت على ايمانك وتقواك قدام الاخرين. ودي الصورة اللي ربنا وراها لحزقيال النبي لما وراها عظام ميتة، وسأل حزقيال اتحيا هذه العظام، قال له اه انا هحط فيها روح وهتحيا. فهنا الملاك بيبث فيه روح الأمل والثقة إن هو ممكن يعود تاني بقوته. شدد ما بقى ما بقى، يعني الكنيسة دي ما بقاش فيها إلا حبة قليلين، فبيقول له القليلين دول حافظ عليهم عشان ما يضيعوش هم كمان. وعتيد أن يموت، يعني في ناس طريقها للهلاك، خد بالك منها. وبيوعده هنا بقى بالثياب البيض اللي هي البر، ثياب البر، هيمسح كل خطاياه وهيلبسه ثوب ابيض جميل. ده بيفكرنا بالابن الضال لما رجع بيت الاب ولبسوه ثياب جديده. وبعدين يقول له لن امحو اسمه من سفر الحياه. هنا بالمعموديه بيتكتب اسامينا في سفر الحياه. فلو عشت في حياه التوبه المستمره بتبقى ثيابي بيضه ونقيه، وربنا بيغسلني اكتر فابيض اكتر من الثلج، واللي بيتجاوب مع عمل الروح القدس لن يمحى اسمه من سفر الحياة. واعترف باسمه، يعني هشهد بإخلاصه أمام الآب السماوي. ويقول هنا بقى إيه يمشون، كلمة يمشون بتورينا إن الملكوت فيه نشاط وحركة. ليس هو حالة من السكون، ولكنه في حيوية وفي قوة. من يغلب يلبس ثيابا بيضاء، هنا إشارة لتقليد قديم كان عند الجنود الرومان، اللي لما يظبطوا جندي مش سهران مش واخد باله من السلاح ومن خدمته، كانوا يقلعوه هدومه ويحرقوها ويسيبوه يمشي عريان يخزى من حياته قدام الناس. فهنا بيعيد هذه الذاكره، بيقول له انك هتلبس ثياب بكرامه ويبقى ليك قيمه كبيره في الحياه. بعد كده هتيجي بقى الرساله لملاك كنيسه فيلادلفيا. أقرأ معاكم النص. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. ها أنا ذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، ها أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري. أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسم الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. معنى كلمة فيلادلفيا هي محبة الأخوة، ودي بتشير للعصر الأخير قبل مجيء ضد المسيح،
ومحبة الأخوة هنا بتشير لوحدة وتآلف الكنائس مع بعضها، وربنا بيسمح بيها قبل الأيام الصعبة لما يظهر ضد المسيح وتيجي الضيقة العظيمة، كأنها حالة استعداد لمواجهة هذه الأيام الصعبة. مشكلة كنيسة فيلادلفيا هنا زي ما شرحها بيقول لك قوة يسيرة، فعندهم قوة يسيرة برغم أنهم لم ينكروا الإيمان بالمسيح، ودي حالة ممكن تصيب أي خادم من خدام المسيح، أن هو لما تبقى قصاده مشاكل كتيرة وصعوبات في خدمته تضغط عليه المشاكل ويحس أن ملهاش أي حل، فيصاب بالنوع من الإحباط وقد يصل إلى اليأس، لأن لما يلاقي المشاكل أكبر من طاقته فبيبتدي يتوقف عن الخدمة ويشعر أن مفيش فايدة، يعني مش قادر يكمل. هنا المسيح بقى بيبغض هذا الشعور، ما بيحبش الطريقة ديت. فليه بقى ربنا ما بيحبش الطريقة دي؟ لأن الكنيسة هي كنيسته وإحنا خدام عنده، إحنا آلات في إيديه، هو بينفذ مشيئته وإرادته عن طريقنا، فإحنا لازم كمسؤولين نتكل من كل قلوبنا على ربنا ونعرف قوته ونثق إن الخدمة دي هي خدمته. وحالة الكنيسة في فترة ما قبل ضد المسيح لما الشيطان هيتفك من حبسه فتزداد العثرات وتزداد الخطايا. ونلاحظ هنا أن المسيح بيشجع ملاك هذه الكنيسة بيقول له إيه؟ قد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي، يعني بيمتدح فيه أنه هو إنسان صالح، بس هي مشكلته أنه هو مش حاسس أنه قادر على العمل، عنده نوع من الإحباط مش قادر يكمل مسؤوليته. اللي عنده بقى ثقة وإيمان بيحس أن ربنا هيظهر مجده، بالتالي فهذا الإيمان بيخليه أن هو يكمل خدمته ويملى مكانه ويشعل الخدمة. لكن الضعيف بقى اللي له قوة قليلة فما بيقدرش حتى أن هو يخلص نفسه. إيه الصورة بقى اللي ظهر بيها المسيح في هذه الكنيسة؟ صورة القوة، وحاسس ان الأسقف ده محتاج يحس بالقوة، فظهر له المسيح بها عشان يخرج من الإحباط اللي عنده. فبيقول له أنا أفتح ولا أحد يغلق وأغلق ولا أحد يفتح، يعني هنا في بقى مظهر القوة والبأس والجبروت. فالملاك بتاع الكنيسة محتاج يشوف الصورة دي، محتاج يشوف إن هو يعتمد على إله قوي فلا يصل إلى اليأس ولا يشك في قدرة الإله أن هو يسنده ويكمل به الخدمة. ودي بتذكرنا بالمثل اللي قاله السيد المسيح لما قال أن ملكوت الله كأن إنسان يلقي البذار على الأرض، ينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف. يعني اتكل الإنسان على ربنا وهو ربنا اللي بيجري الأمور. برضو بيظهر شخصيته المسيح أنه القدوس الحق. حاجة جميلة جدا أن الخادم يشعر أن المسيح إلهنا هو القدوس. قدوس يعني هو سماوي طاهر ونقي وقوي في عظمة وفي قدرة وقوة وجبروت ومحبة ومجد، فنسبحه ونقول له قدوس قدوس قدوس، وبتسبيحه بتشتعل القلوب بالمحبة. الحق هنا بيظهر المسيح نفسه أنه هو الحق، يعني عايز يقول أنا هو الحق، اللي عايز يلجأ للحق يجي ليا. ويبدو أن الملاك بتاع هذه الكنيسة أخطأ خطأ أنه هو ما بصش لشكل المسيح وقوته وقدرته على المعونة، لكن بص للمشاكل زي بطرس لما كان ماشي على المية وبعدين قاعد يبص على المية فابتدى يغرق، بدل ما يبص على المسيح ابتدى يبص على المية. فأي إنسان يبص للمشاكل ممكن يجيله حالة يأس، لكن هنا المسيح بيقدم نفسه أنه القدوس الحق، فكأنه بيدعو الأسقف هنا أنه ينظر إلى السماء يتأمل في المسيح القدوس
ويسبحه ويمجده فيمتلئ قلبه بالإيمان وبالقوة. ودي يعلمها لنا معلمنا بولس الرسول، قال عشان نمتلئ بالروح القدس علينا ان احنا نسبح ونرنم ونرتل. ودي الصورة اللي المسيح هنا بيظهر انه القدوس الحق، تعلمنا ان احنا نقوم بعمل السمائيين، يعني نتأمل في الله القدوس ونسبحه فتشتعل قلوبنا بالمحبة والثقة عوض الإحباط واليأس اللي ممكن تسببه لينا ظروف الخدمة أحيانا. هنا بقى بنشرح ان في ممكن يكون في نوعين من المشاعر الخاطئة اللي بتصيب الخادم. ممكن يجيله نوع من الكبرياء، يشوف النجاح فيحس ان هو ناجح فيبتدي ينسى عمل ربنا معاه. الشعور الثاني يحس ان المشاكل كتيرة، يجيله صغر نفس ويأس، فايه ما يحسش بقوة ربنا اللي هي بتسند الانسان الضعيف. وكلا الامرين خطأ. الشعور الصحيح ان الانسان يحس، الخادم يحس ان ربنا موجود وان الحرب للرب هو اللي بيعطي النصرة. احنا نستعد ولكن النصرة تأتينا من عند الرب. واحنا في الكنيسة بنشعر ان احنا في ممكن مشاكل بنعيش فيها، لكن في حاجات تانية جاية لنا في المستقبل ما نعرفهاش. فهذه وتلك احنا بنتكل فيها على ربنا ونستعين بيها بقوة ربنا. هنا الكنيسة ديت كانت بتعاني من تجربتين. اول تجربة عن عودة اليهود، فهنا بيكلموا بيقولوا ها انا ذا اصيرهم يأتون ويسجدون. هل هنا الملاك بيتنبأ عن عودة اليهود في اخر الزمان للإيمان المسيحي، ولا هنا بيكلموا على ناس عنده في منطقة خدمته كان يهود وبشرهم وكانوا معاندين ومش عايزين يقبلوا الإيمان وبيعكسوه، فبيطمنوا بيقول له ما تخافش. دي مشكلة. المشكلة الثانية نبوءة عن ضد المسيح، وفي أيامه هتبقى في ضيقة عظيمة على العالم، تكون أيام صعبة، لكن الرب بيعطينا طمأنينة ان هو يحافظ علينا من ساعة التجربة اللي هتأتي علينا. ازاي بقى الأسقف فهم النبوءة ديت؟ هل هو فهم ان هي دي حاجة خاصة به هو في المنطقة المحلية بتاعته، ولا دي حاجة في آخر الزمان؟ إلا ان الملاك طمنه قال له حفظت كلمة صبري، وهنا أضاف الصبر للكلمة، ودايما كلمة ربنا محتاجة لصبر في تنفيذها وفي احتمال الضيقات والاضطهادات اللي ممكن تيجي بسببها. وبيطمنه تاني بيقول له ها انا اتي سريعا، ما تخافش انا مش هتأخر عليك، انا هاجي وعليك بس انك انت تمسك بما عندك لئلا يأخذ احد اكليلك. يعني خاف على إكليلك. وهنا بتفكرنا بقصة شهداء سباستية الأربعين اللي كان فيهم واحد متردد وبتاع، وبعدين ما خاف يشهد للمسيح فضاع منه الإكليل. بصوا لقوا جندي من الجنود اللي جايين ينفذوا حكم الإعدام عليهم هو اللي أعلن إيمانه بالمسيح وخد الإكليل اللي الشهيد ده مرضاش يخش ياخده، فكان من نصيب هذا الجندي. فكرنا بالآية دي، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. وبيطمنه بيقول له إن كل المعاندين ليك هييجوا ويخضعوا ليك، وأنا سأحفظك من ساعة التجربة. هنا الوعد للي يغلب إن يقول أجعلك عمودا في هيكل أبي. عمودا يعني زمان كان في هيكل سليمان في عمودين معروفين، واحد اسمه بوعز والتاني اسمه يكين في مدخل الهيكل. فحكاية عمود في الهيكل دي حاجة كانت معروفة، بيقول له اللي يغلب هيكون عمود، زي يكون حاجة كبيرة أساسية، وهيكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي. فهنا الإنسان يتحول إلى مواطن سماوي، وزي ما يكون هياخد جنسية المدينة السماوية ويبقى إنسان سماوي ويأخذ اسم جديد، يحمل اسم جديد. وتلاحظوا هنا بقى ابتدى يكرر كلمة إلهي، وده المسيح بعد ما تجسد وتمم الفداء أصبح بينوب عنا
في حمل هذا الاسم، يعني ان هو يشهد للآب السماوي. وبعدين يتكلم على مفتاح داود، يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. ومفتاح داود ده كان داود شايله على كتفه، والمسيح ابن داود بالجسد حمل الصليب على كتفه هو كمان، وفتح القلوب واقتناها لنفسه شعبا ورعية، وهزم بيها العدو الشيطان. لذلك بيدعو أسقف هذه المدينة، ملاك هذه الكنيسة، بيقول له إيه؟ عليك أنك أنت تفتح قلوب المعاندين وتجعل لك فيها عرشا، وربنا هيفتح ويقنع الناس بأن هم يبقوا خاضعين ليك. ونكتفي النهاردة بهذا القدر من الإصحاح الثالث، ومعادنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله في بقية الإصحاح الثالث من سفر الرؤيا. شكرا جزيلا، وكل عام وانتم طيبين في مناسبة عيد الروح القدس. كل سنة وانتم طيبين.